بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في محطتنا السياسية. بين وكالة الأناضول التي قالت بأن عمر البشير رئيس السوداني الأسبق هرب من محبسه بسجن كوبر بالسودان، وبين وكالة سكاي نيوز التي قالت بأن هناك هروب من السجن ولكن عمر البشير لم يكن فيه، وبين ما قاله الجيش السوداني بأن عمر البشير ما زال موجودا في محبسه في مشفى المستشفى، يبقى الوضع السوداني الأمني رهان الصراع الدائم ما بين الأطراف السودانيون. هذه الحرب وأسبابها وأطرافها ونتائجها لا تعني الشعب السوداني بأكثر مما يريدونه من حرية القرار في اتخاذ العدالة حكما وتنصيب الحق على رأس العمل السياسي في السودان، مبادئ عاش عليها السودانيون وأرادوا تحقيقها واقعا عمليا، إلا أن الوضع أصبح أكثر قبحا من أن يستوعب جميل هذه المبادئ كما قال البعض. فإلى أين يذهب السودان في ظل واقع جعل البعض يترحم على أيام البشير الذي اتهموه بالهروب بكل ما تحمله من سوءات، وماذا سيحدث حقا إذا خرج البشير من محبسه؟ فإلى هذه المحطة أهلا بكم مشاهدنا الكرام.